وللوقوف على آخر التطورات ينضم إلينا من غزة مراسل التلفزيون العربي صالح الناطور. أهلا بك صالح. يعني بعد الحديث عن وساطات وعن احتمالية لوقف إطلاق النار قد يدخل حيز التنفيذ هذه الليلة، هل من مؤشرات على نجاح هذه الوساطات أم أن العمليات مستمرة؟ حتى الآن الأوضاع في غزة أصعب من يوم أمس، وحتى في خلال الساعتين الماضيتين جرى الحديث فيهم عن التوصل، إمكانية التوصل وفرص التوصل لوقف إطلاق النار. سرعان ما تغيرت الأوضاع بالمجمل، وشهدنا أكبر فترة كثافة في إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المدن الإسرائيلية. إما هذا قد يشير إلى صعوبة هذه المباحثات الأخيرة التي جرت، أو أنها بالفعل تعثرت وأننا ذاهبون إلى محطة أخرى من محطات هذه المواجهة. الأمر الآخر الذي حدث خلال الساعتين الماضيتين والتي تشير إلى صعوبة الأوضاع سواء ميدانيا أو في كواليس المباحثات للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، هو التطور الذي حدث من الجانب الإسرائيلي في طريقة والغارات التي يشن على القطاع، حيث استهدفت منزلين، منزل في خان يونس جنوب القطاع وآخر شمال القطاع، وهذه المرة الأولى منذ بداية هذا التصعيد التي يتم فيها قصف منازل لفلسطينيين من عدة طوابق، وهذا قد يشير إلى إمكانية الذهاب إلى موجة من التصعيد وموجة من المواجهة أعلى مستوى من القصف والقصف المتبادل الذي كان منذ أمس حتى هذه اللحظة. سرايا القدس، حركة الجهاد أصدرت أيضا موقفين خلال هاتين الساعتين. سرايا القدس قالت أن المقاومة الفلسطينية قصفت المدن الإسرائيلية بوابل من الصواريخ في تاسعة البهاء، وهنا تشير إلى الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، وهذه سياسة تبعتها سرايا القدس في جولات التصعيد السابقة أنها تقصف المدن الإسرائيلية في هذا التوقيت تحديدا، وهو يرتبط بشخصية بهاء أبو العطا القيادي البارز في سرايا القدس الذي اغتالته إسرائيل قبل سنوات. والأمر الثاني الذي صدر من الفصائل هو بيان حركة الجهاد الإسلامي المقتضب التي قالت فيه أن سياسة إسرائيل في قصف المنازل سيقابلها تكثيف لقصف مدن وعمق إسرائيل وتحديدا تل أبيب، بمعنى أنه قد نشهد في هذه الساعات القادمة إطلاق مجموعة أخرى من الصواريخ تحديدا متجهة إلى مدن أبعد من المستوطنات والمدن القريبة من غلاف غزة، نتحدث عن مسافات تقارب 70 كيلومتر كتل أبيب وغيرها من المناطق التي يمكن أن تطالها هذه الصواريخ، التي هددت حركة الجهاد الإسلامي أن المقاومة ستقوم بذلك في حال إذا اتبعت إسرائيل وعادت إلى سياسة القصف، وهو ما فعلته بالفعل بالعودة إلى سياسة قصف المنازل، وهذا لم يكن من بعد عام 2021 وحرب 2021. وبالتالي نحن أمام مفترق صعب، إما الذهاب بالفعل إلى موجة مختلفة هذه المرة من المواجهة ومستويات أعلى من المواجهة، أو أنها تكون لربما الفترة الأخيرة ما قبل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وكأن كل طرف يحاول أن يوجه الضربة الأخيرة في هذه المواجهة، وهذا ما ستكشف عنه الدقائق ولربما الساعات القادمة. كنا أمام ساعتين من الهدوء الذي سبق هذه العاصفة من المواجهة بين الطرفين، حتى ذهب الكثير من الآراء والقراءات وحتى التصريحات كانت تتوجه نحو إمكانية الإعلان عن وقف إطلاق النار، لكن سرعان ما جرى الحديث عن أو ميدانيا، لعل الميدان هو الذي أعطى هذه المؤشرات، أن هذه الاتصالات وهذه المباحثات يبدو أنها تعثرت. هنا أيضا الملاحظ أن الحديث عن التهدئة ووقف إطلاق النار تم اليوم، وتحديدا بعد رد المقاومة. بالأمس عندما كانت تقصف إسرائيل غزة لم يكن هناك حديث لا من أطراف خارجية ولا حتى محلية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. كنا من بعد قصف إسرائيل بالأمس في ساعات طويلة من الهدوء الحذر،
لكن بعد رد المقاومة الفلسطينية وبعد أن قصفت إسرائيل صباح اليوم ما تزعم أنها مناطق إطلاق الصواريخ ومنصات معدة لإطلاق الصواريخ، بدأ الحديث فعليا عن جهود لوقف إطلاق النار، لكن حتى هذه اللحظة لم تتوصل هذه أو هذه المباحثات أو أنها لم تصل بالفعل إلى خط النهاية. وبالتالي نحن كما نقول أمام مسارين، إما الذهاب بالفعل إلى تصعيد هذه المواجهة بأن تكثف المقاومة صواريخها وأن تتسع مدايات هذه الصواريخ لتشمل مدن جديدة، وفي المقابل لربما أيضا إسرائيل تزيد من وتيرة قصفها وتطال أهدافا أخرى غير تلك التي كانت تقصفها بالأمس وصباح اليوم، لأن تستمر باستهداف المنازل، وقد يصل الأمر إلى استهداف مقرات ومؤسسات أمنية أو حكومية أو ما شابه.